دي توتا ليه مدهاني مغلباني، مش عارفة مين فينا بيربي التاني، بس بصراحة سك بتعمل حاجات مش متوقعة. هي بتحب الطبخ، تخيلوا بقى ممكن نعمل ايه. دي عزة مامتي مجنناني، ما بتسمعش كلامي، ما باجي اعمل اكل معاها. اصل المطبخ ده لعبتي، شوفونا في المطبخ واحكم. الفرصة وانا لوحدي وماما، يا رب تتأخر ماما يا رب. انت ازاي يا توتا تخشي المطبخ من غيري؟ ايه ده، وهتبدأي الحلقة وتعملي الاكل من غيري؟ ازاي تعملي الحركة دي؟ مش انت عملت فيا كده مرة؟ كانت عايزة تبدأ الحلقة وتعمل الاكل من غيري، بس انا مش هسيب لها الفرصة دي. طبعا ما ينفعش نسيب ولادنا تخشوا المطبخ يمسكوا بوتاجاز، يمسكوا سكينة، ما ينفعش خالص. انا هعمل لكم بكاتة بالمشروم، وتوتا هتعمل لنا كنافه بالقمر الدين. يلا نبدا حلقتنا ونشوف مع بعض هنعمل ايه. هنبدا الاول بالاكله بتاعتي وبعد كده نبدا بالاكله بتاعه توتا. يلا بينا. معانا مشروم، معانا زبده، معانا ملح وفلفل، معانا سمنه، معانا ثوم، معانا كريمه لباني، ومعانا بصل، ومعانا اللحمه بتاعتنا لحمه كندوز صغيره، ومعانا الرز. هنعمل طبق رز صغير كده ابيض جنبها. اول ما الزبده بتاعتنا هتسيح، انا انزل بس معلقة زيت كده معانا، وبعد كده هنعمل ايه الخطوة اللي بعديها؟ هنحط ايه؟ نحط اللحمة اللي احنا نشوحها في الايه؟ في الزبدة بتاعتنا؟ الزبدة بتاعتنا. برافو عليكي يا توتا. هبدأ احمر كده اللحمة بتاعتي اهي كده. حد يا جماعة يعني حد يبعت لنا على الكومنتات اعمل مع ايه ماما؟ توتا بتخش على النت تتفرج على فيديوهات، لا، وتيجي تقول لي يا ماما تيجي نطبق ده مع بعض. طب انا ما قلتلكيش حاجه، انت اللي عامله دي. هي بتجيب اكلاتها وانا بساعدها واقول لها ماشي. ساعات هي بتجيب افكار وساعات انا بقترح عليها بعض افكار ان احنا نطبقها مع بعض. سيبها كده تتنطور شويه، سيبها تتحمر شويه. تمام كده، لا اسمها تتحمر، اسمها بتتحمر. بصوا بدأت تتحمر معانا اللحمة بتاعتنا. هنجيب طبق عشان نطلعها ونبدأ نكمل الوصفة بتاعتنا. هبدأ أخرج اللحمة بتاعتي، أطلعها على طبق كده. باين قوي هي بدأت تتنطور فعلا. انت مش شايفه اللي احنا شايفينه؟ اللحمه بتاعتنا احمرت اهي قوي قوي وترايدت كده، والحته حلوه قوي يا توتا. حلوه قوي يا ماما، حلوه بجد حلوه. هنزود حبه زبده مكعب كده. تمام تمام، انا صوت راحه. هدوء يا توتا، هدوء. وهنزل بحبه بصل. الزبده بس تسيح كده شويه. ماما انت نمتي؟ الزبده مع البصل مع مطرح تحمير اللحمه اداني لون مكرمل ازاي حلو. هنزل بالمشروم بتاعي. تمام، ونفضل نشوح لحد. طبعا انا بحب استعمل المشروم الفريش، بيبقى احسن كتير. انا بس عزمت عليكي من اللي بيبقى في السوبر ماركت. هتشوفي هيخسر الجوانتي. انت بتقولي ايه يا توتا؟ انا بقول خدي الجوانتي. لا ما انا مش بعمل حاجه. انا مش صوتي وجعني ماما. مش بعمل حاجه بالجوانتي كده، وما بحبش اشوح المشروم كتير عشان ما يتراش. بحبه يبقى ماسك نفسه كده ومحتفظ بالحاجات اللي فيه، ما ينزلش ميته. تمام تمام. راحه فين يا توتا؟ انا جنبك اهو يا ماما. انا هرش رشه فلفل اسود هنا وانا بشوح كده. تمام، هنعمل ايه بقى تاني يا توتا؟ هنرجع اللحمه بتاعتنا تاني كده. تمام كده، وهقلب كده مع بعضه.
وهديها كوبايه ميه وهسيبها كده. ندي للحمه سوا شويه عقبال ما نكمل الحاجات اللي هنحطها عليها. تمام، همسح كده البوتاجاز بتاعي، ننضف كده يا توته، هنحطها هنا تغلي كده غلوتين. وهنجيب الحله بتاعتنا بقى عشان نبدا في الرز. هناخد معلقه زيت الرز الابيض المعتاد بتاعنا اللي احنا بنعمله مع بعض على طول، وهناخد معلقه سمنه كده عشان نشوح بيهم ايه الرز. البيكاتا معانا هنا بتاخد غلوتين كده عشان اللحمه تبقى مستويه كويس. حطينا ايه هنا؟ حطينا اللحمه اتشوحت مع الزبده، شلناها في طبق، وبعدين حطينا البصلايه شوحناها مطرح اللحمه بتاعتنا بالزبده، وبعدين نزلنا عليهم بالمشروم الفريش بتاعنا وفضلنا نشوح فيهم شويه، رشينا عليهم حبه فلفل اسود، وبعدين نزلنا اللحمه تاني عليهم وبدانا نحط لهم حبه ميه صغيرين يستووا فيه. نكون عملنا مع بعض الرز ونرجع نكمل خطواتنا في البيكاتا. وهنعمل دلوقتي من الرز بقى، خلاص الزبده بتاعتنا سخنت. يا ماما عامه لو عايزين تعملوا حاجه سريعه وحلوه انت ممكن تعملوا البيكاتا دي، ما بتاخدش غير 5 دقائق ومش سريعه. ومش يا توته بتاخد وقت مننا، سريعه فعلا صح زي ما توته بتقول. لما باجي بيجوا من المدرسه انا باكلها بايدي، مفيش ربع ساعه بكون حضرتها لهم وبتعجبهم جدا لان أنا الطريقه بتاعتها سهله. انا باكلها من ايدك يا ماما بتبقى حلوه قوي، واخواتي بيقعدوا لي يقولوا بيبعتوا لها جوابات بيقولوا لها حلوه 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 يا ماما حلوه. وبنكمل مع بعض الرز اهو، حطينا الرز على الزبده وبنشوحه مع بعض، وهننزل عليه بالميه بتاعتنا بقى ونسيبه يستوي براحته كده. تمام يا ماما. ايه يا توته؟ كده الميه بتاعتنا. انا بحبك قوي يا ماما وبحب اكلتك. وانا بحبك يا حبيبتي. حط شويه الملح. بحب من ايدك اكلتك. اديكي كده انا بقول لك كلمه حلوه وانت ما انت يا حبيبتي عسل. انت بتحبي البيكاتا بتاعتي؟ اه. البيكاتا دي سهله جدا، ما بتاخدش معانا ربع ساعه، وبنعمل شويه رز ابيض جنبهم وشويه سلطه وبيبقوا حلوين قوي، ممكن نغذي ولادنا بعد المدرسه. وطعمها حلو ومفيده، فيها المشروم فيها اللحمه وفيها الكريمه، وهتبقى مفيده بالنسبه لنا جدا. نقول مع بعض هنا عملنا ايه تاني. عملنا زبده شوحنا فيها اللحمه، وبعد كده شلنا اللحمه حطينا البصلايه شوحناها، نزلنا بالمشروم، وبعد كده حطينا رشه فلفل اسود، وبعدين نزلنا باللحمه تاني وحطينا ميه عشان نسوي اللحمه بتاعتنا. وهنا الرز بتاعنا خلاص خلص بيتشرب. وبعد كده هنخش على الخطوه اللي بعديها، اللحمه بدات تستوي معانا. هنجيب صوص الدمجلاس بتاعنا وهندوبه في ميه وهننزله على البيكاتا بتاعتنا، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. معانا صوص الدمجلاس، هننزل عليه شويه ميه. صوص الدمجلاس عامه بيحبك قوي وانا بحبك. هنجيب معلقه، واخواتي كمان بيحبوكي وبيحبوك، وهنبدا ندوبه كده كويس واكلك كمان. وانا بحبك يا حبيبتي وبحب اخواتك. بصي يا توته، صوص الدمجلاس ده بيدينا قوام للصوص وطعمه حلو قوي، جربوه هتلاقوه في السوبر ماركت. هما قاعدين بيتفرجوا علينا اهو. عامه انا ممكن اعمل لكم المره الجايه انا واخواتي. حاولوا تدوبوه كويس قوي، ما يبقاش فيه كلاكيع كده. صوص الدمجلاس ده يا جماعه هلاقيه في السوبر ماركت الكبير، هو مرسوم عليه لحمه كبير وصغير. يعني ممكن تسالي السوبر ماركت هيقولوا له عايزه صوص لحمه، هو ده الصوص الدمجلاس ده صوص لحمه، هتلاقوه في السوبر ماركت متوفر. هنبدا ننزله على اللحمه بتاعتنا. ونقلبه كويس. هو اول ما ياخد غلو على النار هيبدا يتقل معانا، وبعد كده نبدا نضيف الكريمه بتاعتنا عليه ويبقى الطبق بتاعنا خلص خلاص. هيبقى صوص الدمجلاس. صوص الدمجلاس. صوص الدمجلاس خلص معايا. صوص اللحمه يا توته. صوص الدمجلاس. صوص اللحمه. صوص اللحمه. بس انا مش عايزه اكتر من كده، وهبدا بعد كده هنزل عليه الكريمه بتاعتنا واحده واحده كده، وتبداي تظبطي اللون والطعم اللي انت عايزاه بقى.
ونقلب اهو، ندخل الكريمه فيه كده بالراحه بحركه دائريه كده بسيطه من وسط الصوص اهو، وتقلبي الصوص كله بقى على بعضه كويس قوي. بصوا هو وصفه سهله وبسيطه جدا، ممكن تستعملوه في رمضان، انا اكلتي فيها كنافه، ممكن تستعملوها في رمضان. ايوه صح، كنافه في رمضان وفيها، ونطفي عليه بقى خالص. هنعمل ايه مع بعض؟ احنا ممكن نروح نعمل وصفه توته وبعدين نرجع نغرف اطباقنا مع بعض. ماشي يا توته. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه يا توته انت محتاجه طاسه عشان نشوح فيها الكنافه بتاعت توته. فانا محتاجه طاسه. بصوا ابتدى يتقل وادى اللون حلو. ممكن قبل ما نبدا الوجبه بتاعت توته او الوصفه بتاعت توته ناخد فاصل صغير قوي ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا من الفاصل نكمل وصفاتنا مع بعض، وهنعمل دلوقتي الوصفه بتاعت توته. وطينا على الرز وهنحط الرز بتاعنا هنا عشان نبدا في وصف التوته. يلا يا توته هتعملي ايه؟ وريني يلا. انا هعمل لكم كنافه. وريني يا حبيبتي الكنافه بتاعتك الجميله. حطي الطاسه بتاعتنا تسخن. هتعملي ايه يا قلبي؟ بصي انا قررت اعمل حبه من دول وحبه من دول. اللي انت عايزاه يا ست توته. زغنونه. بس دول كتير قوي يا توته، احنا بس محتاجين كده قدام الكاميرا نعمل كام بوله اهم، ثلاثه. انا عايزه كل الكركبه دي كده. ممكن تناوليني الزبده بقى وتوريني الكنافه بتاعتك عشان نبدا مع بعض؟ ما انا عايزه ابدا بس انت مش عايزه. انا هحمر لك الزبده بالكنافه وبعدين انت تكملي بقى اللي انت عايزاه يا روحي. تمام؟ هنحط حوالي مكعبين ثلاثه زبده كده. يلا يا كوكي ممكن تناوليني. البكاتة بتاعتنا خلصت خلاص، هنحط الكنافة بتاعتنا هنا ونشوحها لتوتة. يلا عشان توتة هتشتغل بيها دلوقتي. أكلة بتاعتها جميلة. انت هتحط لنا بقى عليها ايه توتة بعد ما تتشوح كده؟ حطيت عليها مشمش. أيوة. مش. بصوا مربى بالمشمش. نشوحها لها كده تشويحة صغيرة تشرب الزبدة كلها. امريندي تاخد لون كده بسيط. ماما طب انا بتكلم حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. امريندي. ايوه امريندي. ملابن محلى. لبن محلى. والطبقات اللي احنا هنعمل فيها. بصوا ابتدى ياخد لون اهو يتحمر. خلي بالنا نوطي النار شويه عليها كده. بصوا ابتدى يتشوح اهي معانا. نلم كده. ماما وانا مش هساعدك في البوله يعني، انت هتمسكيه وانا هحط كده. تمام قوي كفايه قوي اللون ده، اللون الذهبي الفاتح ده. سيبي بس كده. ايوه شيلي الطاسه بتاعتنا. ركزي مع الكاميرا. تركزي مع بتاعنا. نسيبها تهدى شويه ننفخ فيها ونهويها بأي حاجة. وبكده يبقى خلصنا. بس افرديها كده بال. حاضر بس. حاضر بس خلاص دي نشيلها وابدا اجيب لك معلقه. يا ريت تحطي بيها في البولات. يلا اول بوله. ابعدي ايدي كده انت هنا. حاضر يا ماما.
قوي كفايه ده. بص انا عندي واحده ساده هعمل لها ناس نصها ساده ونصها لا. بقولك انت عملتيه ده بقى، احنا لازم ناخد فصل صغير اظبط اللي توت عملته ده وارجع لكم تاني اوريكم احنا عملنا ايه هنا مع توت. ورجعنا من الفصل وظبطنا الدنيا اللي توت عاملاها. عملنا ايه مع بعض؟ عملنا ان احنا جبنا طاسه حطينا فيها زبده وحمرنا الكنافه بتاعتنا، وبعد كده حطيناها في البولات بتاعتنا ديت وحطينا عليها قمر الدين في كل بوله، وبعد كده لبن محلى، وبعد كده نزلنا عليهم بالايس كريم وزوقناهم بالشوكولاته. ويبقى كده وصفه التوته خلصت معانا. وبالف هنا وشفا ليكم. هنبدا مع بعض نقدم اطباقنا اللي هي البكاتا والرز بتاعنا الابيض. يلا بينا نغرفه. هنجيب حاجه نغرف بيها. تمام كده. يلا يا توته جاهزه يا توت عشان عملت لك البكاتة اللي انت بتحبيها. ومفيش اسهل من كده، بكاتة سهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص مننا كده. هناخد الطبق بتاعنا ونقلبه كده بالراحه ونقلب فيه البوله بتاعتنا كده اهو. وهنجيب حاجه ننضف بيها الطبق بتاعنا. ننضف طبقنا كويس كده. هرش رشه تاني كده ندي شكل للطبق. وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا عليكم. البيكاتا والرز كده يبقى عملنا مع بعض النهارده البيكاتا بالمشروم، وعملنا مع بعض الكنافه بالقمر الدين واللبن المحلى، وحطينا عليهم كور الايس كريم بتاعنا وصوص الشوكولاته. وبكده خلصت حلقتنا، ومستناكم في حلقه جديده في يوم جديد من برنامجكم انا وماما. انا ماما.